احبتي المشاهدين الكرام اينما كنتم اسعد الله مساكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده واولى بعد عيد الفطر المبارك من برنامجكم مع الناس. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيدنا ويعيدكم والامه الاسلاميه والعراق الحبيب بالامن واليمن والبركات والنصر ان شاء الله تعالى. في البدايه اريد ان اتحدث عن موضوع مهم. عده شكاوى خلال شهر رمضان المبارك وصلتنا، بل كثير من الشكاوى وصلتنا من عدة مناطق. طبعا في هذا البرنامج راح نتناول منطقة منطقة ونتحدث عن منطقة منطقة في موضوع الشكاوى وكيفية معالجتها، وطبعا نحدد الجهات اللي هي مختصة في هذا الموضوع، يعني أصحاب الشأن اللي لهم العلاقة المباشرة في هذا الموضوع راح نتصل بهم. اليوم راح نتحدث عن مدينة يثرب. الرسالة اللي وصلتنا طبعا رسالة طويلة تتكون من صفحتين، زين راح أقرأ بعض منها وأناقشه بكل أمانة وصدق وحقيقة، وهذا البرنامج احنا عودناكم على الحقيقة وراح نناقش الحقيقة به. بداية الرسالة طبعا هي رسالة من أهالي يثرب، ويقول: سلام عليكم، باسم أهالي يثرب المنكوبين نتقدم لكم ولكل العاملين في قناة سامراء الفضائية بالشكر والعرفان بتبنيكم موضوع يثرب وما يجري بها من ظلم وجور وعدوان، علما أن الكل يعلم بما يجري، ولكن الصمت المطبق هو الواضح والسائد حاليا. بل أنا أقول لك حتى رئيس الوزراء والسيد المحافظ وبعض القادة الأمنيين يعلمون ولكنهم يلتزمون الصمت حيال ما يجري في هذه المدينة المنكوبة، وإننا نحاول جاهدين أن تصل أصواتنا إليكم ومن خلالكم إلى كل العالم، وخاصة العراقيين وخاصة المسؤولين في الحكومة، لكي يسمعوا ويعلموا ما يجري في هذه المدينة. طبعا الكل يعلم ما حدث في مدينة يثرب من إغلاق للمساجد في رمضان، وكان لقناة سامراء الفضائية اليد الطولة في إعادة افتتاح المساجد، وتم الاتصال بالسيد رئيس ديوان الوقف السني، والسيد رئيس ديوان الوقف السني اتصل بالسيد قائد العمليات وبالسيد وزير الدفاع، وكان هناك تحرك لإعادة افتتاح المساجد. ووعدنا سيد رئيس الديوان مشكورا بأنه يوم غد ستفتح، في وقتها ستفتح جميع المساجد من صلاة الفجر، وفعلا تم افتتاح جميع المساجد. ويعني في حينها أبلغوني أنه السيد الهميم استجاب مشكورا إلى نداء أهالي يثرب وأوعز بفتح جميع المساجد المغلقة. أنا لدي أمامي الكثير من الشكاوى، تقريبا 14 شكوى، 14 سأناقشها، لكن بعد أن أنتقل إلى فاصل ومن ثم نناقش معكم أبرز ملفات هذه الحلقة راح نناقشها وياكم، لكن بعد أن أنتقل إلى فاصل. الشكاوى كثيرة طبعا، نستقبل جميع خصوصا المناطق العائدة، نستقبل جميع الشكاوى اللي تردنا وراح نطرحها في هذا البرنامج بكل شفافية بكل أمانة، راح نطرح الشكاوى. إذن خلينا ننتقل إلى فاصل وراح ننتظر اتصالاتكم وآراءكم مشاركاتكم عبر هواتف البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة. فاصل ثم نكمل. ينضم معنا هاتفيا المهندس احمد ناظم العزاوي، نائب رئيس مجلس محافظه صلاح الدين. استاذ احمد مرحبا بك، كل عام وانت بخير، الله يتقبل الطاعات. حياك الله استاذ مقدام، كل عام وانتم بخير، ومشاهدينا الكرام دائما بخير ان شاء الله. لدي مجموعه من الشكاوى وصلتني من يثرب، لكن بالبدايه انت في عيد الفطر المبارك كنت في يثرب،
ما آخر مستجدات العودة؟ وهناك فصل عشائري بين البوحشمة وبين البوحسان أعتقد والبوفدعوس، يقود هذا الصلح العشائري الشيخ محمد باقر السهيل أمير قبيلة بني تميم. ما هو آخر يعني علمك حول هذه المواضيع؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ مقداد، هذا الموضوع أنا طبعا كنت مدعو، نعم، لكن ما قدرت أحصل طائرة. أنا بردي يعني جيت قبل يوم، أنا ما قدرت أحصل طائرة حضر. نعم. اللي صار أنه هذا أول فصل، هو أكو حالات يعني شهداء من البحسان والحاتمية والفدعوس وخزرج، وبالمقابل النازحين أيضا عندهم ناس، نعم، يعني غيبوا وراحوا حتى، نعم، بعد العودة 19 واحد راح. اللي صار انه طبعا العشائر الصامده تم تعويضها من قبل الدوله. مع ذلك اليوم العشائر النازحه من عشيره البوحشمه تحديدا، ايمانا منها بالحقوق العشائريه ومبادئ الحيره من المخصصين من الجيوش الحاتمية، يجب يوم الجمعة اللي فاتت وكانت في الموضوع أيضا المفكر السياسي بس عطاء كانوا متبنين هذا الموضوع مع الناس. صار فصل لعشيرة البحسان اللي عندها بالشهداء، كل واحد 25 مليون دينار أتوقع، يعني هو هذا يعني غفر العشائر السياسي عندنا في محاولة صلاح الدين، نعم، بين 20 بين 25 مليون دينار للقبض العام. نعم. هذا الموضوع طبعا هو جيد، احنا يعني على الرغم من انه يعني اكو في ظلم في الناس، لانه راح يفصل الفريق المجرم لا هو ولا حاسد. قطعا احنا ما تستحقوا انه يعودوا لنا هالشيء، ولا العشائر اللي راجعه سواء الحشمه أو المجيلة أو الأحباب أو المزارية تسمح لها أولاد العودة مطبقا ما تسمح لهم يرجعون. نعم. اليوم الناس الأبرياء هم اللي جاي يفسدون، هم اللي جاي يدفعون معوية، كل هذا احنا نقول ما يخالف، بس نريد يعني تهدى النفوس يرجعون النازحين. اللي يفترض انه طبعا هي المسؤولية من الدرجة الأولى هي مسؤولية الدولة. نعم. والدولة كان عليها انه تكون قانون، والمجرم لابد ان يحاسب على جرمه اللي ارتكبه. نعم. والبريء لا يجوز ان يلحق بجريره المجرم، ولكن بسبب الظروف اللي تمر بها محافظه صلاح الدين والظروف اللي يمر بها البلد اليوم، جلسه هاي العشائر حتى تحل امورها اللي ناقصه. المفروض يوم الاربعاء والخميس القادم ينفتح باب العوده الى عشيره البوحشمه وتحديدا منطقه الدور الناحيه ومنطقه العجيز الأربعاء من الأسبوع القادم. نعم. طيب جميل. أستاذ أحمد، أنت كنت في العيد في يثرب. نعم. كيف وجدت الوضع الأمني؟ والله أستاذ محمد، الوضع الأمني طبعا يثرب، يعني يثرب العيد يعني كان فيها العيد من قبل صار بصراحة، لأنه عندما تدخل إلى ناحية يثرب تشكل البيوت أهمة في عشيرة البحشمة فارضة وخالية من أهلها، طبعا هذا يعني حزن. الوضع الأمن اليوم في ناحية يثرب جيد جدا، المواطنين اللي عادوا إلى ناحية يثرب بشكل كبير جدا مع الأجهزة الأمنية، وهذا بشهادة الآن أمر دولي مسؤول عن حفظ يعني أمر دولي مسؤول عن ناحية يثرب، يعني أي حركة أي كذا تصير أكو تعاون كبير من المواطنين اللي راجعين. ولكن يعني ايضا ناحيه يثرب موجوده من الشرطه المحليه قليل جدا لا يتلائم مع العدد كل السكان، وناحيه يثرب اكبر منطقه قبل 2014 كان فيها نقص في الشرطه، اليوم نفس الفقد موجود اللي تتبع اكثر. ناشدنا وطالبنا من السيد وزير الداخليه ان يكون هناك اطباق الى ناحيه يثرب، وحشينا ويا الان مدير شرطه صلاح الدين وهو عنده صورة كاملة طبعا الموجود معي كثير. نعتقد بعد عودة النازحين إن شاء الله قريبا هذا بيكون شنو اللي يثرب تحتاج إلى أن يعني يزيد عدد الشرطة المحلية الموجودة فيها، أو يتم تطبيع من أبنائها من أبناء ناحية كثير من النازحين على الحشد الشعبي يصير كل المناطق اللي رجعت. نعم. في محافظة صلاح الدين. جميل. أستاذ أحمد، وردتنا شكاوي أن هناك
تقريبا 18 من اهالي يثرب، 18 مواطن مخطوفين الى الان ما حد يعرف وينهم. سعيتوا هذا الموضوع؟ قدرتوا تتابعون قضاياهم؟ مو 18 استاذ مقدار، مو 19، 19 وفي محافظه صلاح الدين آلاف يعني يعذرون بالتبادل. نعم. وانا بكيت عليهم سابقا على قضايا سامره. نعم. واليوم هم نحكي عليهم بدون اي تحفظ. اخي قولوا لي اول ما خطبوا كلهم، طبعا ما خطبوا مره واحده. قولوا 19 من خطبوا على شكل يعني ثلاثه مره، واحد مره، اربعه مره، هيك يعني. مش من 19. عندنا ما تصير كل حالة احنا يعني فيبراني اول ما تفهمت علينا نتابع ونتفق كل الموجودين والقائمين على الاجهزة الامنية هناك، ما لقينا فما نعرف يعني كأن الجيش ما عنده عجل، كأن فصائل الحشد الموجودة هناك ما عندهم عجل. اليوم سعد مقدار امن في شوارع العراق عموما ماكو السلطة لجهة تمثل الدولة وإنها صلاحية حافظ فيه ما بيجي. اليوم الشرطة المحلية ما تتوقف في أي واحد، ولا عبر تيش تنوقف في حاسب، ولا هاي قضية موجودة يكون فيها الحكومة المحلية والحكومة المركزية على مستوى جديد كلها تدري بها مو جديدة. طالبنا من السيد رئيس الوزراء تكون هناك سيطرات مشتركة في مداخل محافظة صلاح الدين، كل مداخل محافظة صلاح الدين، وهاي السيطرات إلى صلاحية ممكن أي دولة كانت، أي دولة كانت مهما كانت كيف السيطرة. إلى الآن أنا ما صار موجودين كيش، الجيش ما يقدر، أبو الشرطة يجي إذا وقف سيارة زين رأسا تحضر مؤخرة، وصارت حالات تعدي كثيرة على شرطة محافظة صلاح الدين. هذا الموجود اليوم، هذا هو الوضع الموجود، إحنا سألنا ما قدرنا نوصل إلى حالة، كنت مثلا مستفيد يعني اقربائي ما قدرنا نوصل يعني ما قدرنا نوصل الى يعني زول وصلهم وين وش خطبهم شلون في الشارع ونرى خطبه بالنهار بالليل وكنت من داخل يثرب. نعم. ولكن يعني لما تحكي الجيش يقول لك الجيش يعني كلك عبر الفجار وظل حشد كذا ثاني ما اقدر احاسب. طيب استاذ احمد، استاذ احمد جميل وصلت فكره، لكن سؤال اخير قبل ان اختم. بعض الشكاوى وصلتنا يقول لك اليوم انت بيثرب اذا تريد تفتح لك مصلحه تعتاش عليها، تسترزق الله من عدها، بقاله، اي شيء، اكو جهه معينه لازم تدفع لها 250 الف دينار وبعدين ظل كل شهر تدفع لها 100. يعني مثل هذه الخروقات اللي هي تساعد على الارهاب، وصلتكم شكاوى مثل هذه الشكاوى؟ وكيف عالجتوها؟ واذا ما وصلت لكم فاحنا هسه نوصل لكم اياها. هاي وصلت ان شاء الله، احنا راح نتحقق من الموضوع. نعم. بس انا اقول لك شغله واحده استاذ مختار. نعم. مجلس المحافظه الموجود في صلاح الدين اضعف من انه يدافع عن اي مناطق بصلاح الدين. هذا يعني الرساله اللي يجب ان نوصلها. والله هاي رسالتك مليقة استاذ احمد، رسالتك قوية. مجلس محافظة صلاح الدين ولي احمد طيب جزء من عنده. نعم. اضعف من انه يحاسب اي جهة ويدافع عن اي مواطن. بعد هذا الكلمة انا اقول احييك على شجاعتك استاذ احمد. ابو ملاك شكرا جزيلا لك. شكرا. ممتن لك. شكرا. قال الاستاذ احمد ناظم العزاوي مجلس المحافظه بالنص، مجلس المحافظه اضعف من ان يحاسب اي جهه. نقطه مهمه، مجلس محافظه صلاح الدين على لسان السيد احمد ناظم العزاوي اضعف من ان يحاسب اي جهه تتجاوز، وايضا اضعف من ان يدافع عن اي مواطن في صلاح الدين. إذن ليش خالين مجلس المحافظة؟ على شنو خالينه؟ يعقد جلسات وتقطقون سوالف وشربون عصير ومي وبعدين يمشون. مجلس محافظة صلاح الدين أضعف من أن يحاسب أي جهة، وأضعف من أن يدافع عن أي مواطن. أنا أحييك على شجاعتك الأستاذ أحمد ناظم العزاوي نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، شكرا جزيلا لك. أنا الشكاوى اللي وصلتني قبل أن أنتقل إلى فاصل، الشكاوى اللي وصلتني
يقول يعني أنا ذكرت لكم أنها تقريبا 14 شكوى. يقول أي واحد يريد يفتح مصلحة يقتات يعتاش عليها يسترزق منها لازم يأخذ موافقة جهة معينة، هاي الجهة تعرف نفسها، أنا بدون ما راح أذكرها هي راح تعرف نفسها. ولكن إذا استمر الحال على ما هو عليه أنا في الحلقة القادمة مضطر أذكر أسماء. لازم تنطي 250 ألف أولا، هاي عربون سرقة فلية، وبعدين تظل كل شهر تنطي 100. إنزين إذا أنت فاتح لك بقالة يوميتها تربح بها 5000، تربح لك 150 ألف بالشهر، لازم تنطي 150 تأخذها مصرف لك. خلينا ننتقل لفاصل، راح ننتظر اتصالاتكم وأراكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج اللي تظهر أسفل الشاشة. فاصل ثم نكمل. أخرى أحمد كرام، مرحبا بكم. طبعا بجهود حثيثة من قبل ومميزة من قبل أمير قبيلة بني تميم الشيخ محمد باقر السهيل، يعني خصوصا بعد ما عجزت الحكومة، أنا هذا برأيي، وأنا كما تحدث الأستاذ أحمد ناظم العزاوي يقول محافظة صلاح الدين أو مجلس محافظة صلاح الدين أضعف أن يحاسب أي جهة، فكانت جهود حثيثة من قبل الشيخ محمد باقر السهيل في الصلح العشائري في مدينة يثرب بين عشائر البحسان والبوفدعوس من جهة، وأيضا بين البحشمة أيضا أبناء البحشمة. لكن خلي أشوف بس بالبداية مناشدات أبناء البحشمة وتحرك الشيخ محمد باقر السهيل، ووصل إلى صلح عشائري عجزت عن أن تقوم الحكومة بهذا الصلح. خلينا نشاهد هاي الجهود بمقطع بسيط وبعدين نرجع سريعا. عتبنا الوحيد احنا كل البحكمة بني تميم الوحيد، ما نحتم غير بس عليا. ليش والمحافظة حجي ودارة المحافظة؟ على عيني على عيني وعلى راسي، بس بما أنه القبائل إلها ثقل، بني تميم إلها ثقل بالدولة ولها ثقل العشائر قوية. الشيخ بني تميم شيخ محمد باقر السهيل لأنه هو شيخ مشايخ بني تميم، المفروض هو يداعينا وهو يمشي بدعوتنا وهو يمشي بمشاكلنا. وأني قصيدة بصراحة أريد أوصلها عن طريقكم للشيخ، خاصة للشيخ محمد باقر السهيل شيخ بني تميم شيخ العام. يقول يا لائم الدمع لا تدري ببلوانا، لقد حرمنا حتى من خطايانا، عجنا مع الليل نسري في محاجره، والنجم يقرز في أضلاعنا أشجانا، طالعتنا عيون الشمس ضاحكة فما وجدنا سوى الآلام عنوانا. وإحنا باقر السهيل لا يمكن أن أتخلى عن البحشمة لسنية فقط، وإنما نقول المذنب يأخذ جزاءه والبريء يجب أن يعود إلى دياره معزز مكرم دون المساس، لا بحقوقه ولا بممتلكاته ولا بالأمور. حي الله البحشمة، حي الله البحشمة، وحي بيت السهيل، وحي محمد الباقر أبو الغيرة. هاي المصيبة ما ينام الليل محمد، على هاي المصيبة ما ينام الليل، ولازم ترجع النسوان للديرة. طبعا ينضم معنا هاتفيا الشيخ محمد باقر السهيل أمير قبيلة بني تميم. شيخ محمد مرحبا بك، أولا كل عام وأنت بخير، الله يتقبل الطاعات، وثانيا جهود حثيثة ومشكورة أيضا لك، بس طمني بالبداية شلون إجت هذه الفكرة وبعد هذه المناشدات وتوجهتوا إلى يثرب، وشنو صار وياكم الآن شيخ محمد؟ تفضل. اولا انا اشكرك على المداخله، ثانيا اسعد الله ايامكم ان شاء الله، ايام العراقيين كلها اعياد، يحفظهم ويحفظ العراق من كل المشاكل، امين. موضوع البحشمه والبحسان والعتاد والبفدعوس هم من قبيله واحده، قبيله بني تميم، وكلهم ابنائنا. احنا ضد الارهاب وضد ما حدث في العراق من الموصل الى حد اطراف بغداد.
الحمد لله والشكر توالت الانتصارات، ولكن احنا نقول اليوم من اشترك بالإرهاب ودعم الإرهاب وقتل ومطلوب للعراقيين لعشائرنا أو للدولة احنا ضده، ولكن الدريء اللي ما تلطخت ايده بدماء العراقيين ولا فجر ولا شارك يجب أن يعود إلى أهله وتتم المصالحة. المصالحة كانت طبعا هي متعبة لأن المداخلات والملفات كثيرة، ولكن لله الحمد بجهود الخيرين وشركت عدة جهات بهذا الصبح العشائري، وإن شاء الله الله يتمم بخير ويرجعون البحشمة إلى ديارهم معززين مكرمين إن شاء الله. جميل. الآن فضيلة الشيخ يعني صار الآن بين البحسان وبين البحشمة، والجمعة القادمة حسب ما فهمت أنه بين البفدعوس والبحشمة، ما هي كان مطالب العشائر الصامدة اللي هي كان عشائر البحسان والبفدعوس، ويمتى إذا إن شاء الله انحلت هالأمور متى تبدأ العودة، وهل لازم تنسيق بين القوات الأمنية ومجلس المحافظة؟ تفضل شيخنا. أولا هو الموضوع جملة وتفصيلا بإشراف الشيخ أحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، نعم، وهو كان له دور كبير جدا، نعم، قبل أن يكون هو رئيس مجلس محافظة هو شيخ وابن محافظة صلاح الدين، فكانت له إسهامات وبصمات. الشيء الثاني عدة جهات اشتركت بهذا الموضوع، نعم، الأجهزة الأمنية والأجهزة الساندة الأخرى عندها ملفات لكل من اشترك، نعم، يعني الموضوع مو موضوع مخفي، احنا لا نأخذ البريء بجريرة المذنب. جميل. اليوم المذنبين مؤشرين بجميع الأجهزة الأمنية سواء الدولة أو الأجهزة الساندة الأخرى، واحنا نقول البريء يرجع، وطبعا هو عودته راح تكون يدخل حاسبة ويتشيك وأمور أخرى هواية. نعم. أما المداخلات اللي موجودة بين البحسان وبين البفدعوس وبين العتاتة هي مداخلات على المجرم الإرهاب اللي قتل واللي خطف، أما مو معقولة يعني يكونون 5000 أو أكثر من عوائل البحشمة، ما معقولة كلهم مذنبين، أكو مذنبين، المذنبين معدودين ومعروفين هم ومن حرمهم وشنون دخله وشنون سقطة يثرب. أما نجي اليوم نحاسب البحشمة ليش سقطة يثرب، هي الموصل ما سقطت، صلاح الدين ما سقطت، أجآن يا حافظ الإجمام اللي سقطت في جناحية تفرق، والسقوط توالى من الموصل وصل إلى أطراف بغداد. نعم. جميل. على كل حال إحنا إن شاء الله نقول بعد إتمام المصالحة، نعم، وجهود الحشد العشائري والحشد الشعبي والأخوان اللي موجودين والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وجميع أجهزة الدولة وشيوخ العشائر ورئيس مجلس محافظة وأخوتنا وأهلنا سواء من البفدعوس ومن البحسان ومن خسرت ومن غيرهم، إن شاء الله تكمل عودة المهجرين والناجحين بأن ضاقوا الأمرين، ومرورا البحشمة من غادرة ناحية تثرب بناء على طلب من الأجهزة الأمنية، نعم، القوات المسلحة جت إرادة تتحرر يثرب، طلبوا منهم المغادرة في سبيل أن لا يقعون الأبرياء يصيرون دروع بشرية إلى داعش. نعم. فمن باب أولى عندما كمل تحرير داعش من الإرهاب من يثرب من داعش، المفروض يعودون البحشمة اللي طلعوا باختيارهم، ما طلعهم لا طلعهم عمليات إرهابية ولا طلعهم مساندة لجهة معينة دين أخرى، ونتأمل إن شاء الله نقول عسى ولعله إن شاء الله خلال الشهر الجاي تبدي الطليعة الأولى من عوائل البحشمة ترجع سواء من مخيمات عربد أو من مخيمات الأخرى. جميل. الصلح مع البحسان تم شيخنا، بقى الآن مع البفدعوس. نعم. صحيح؟ نعم، البفدعوس إن شاء الله أسبوع الجاي والوسطاء طبعا. نعم. هم قبيلة بني تميم رغم أنه العشير كان هي من قبيلة واحدة، ولكن الوسيط من جهات أخرى طبابة خير يعني خلينا نقول مصطلح العشائري، وتوصلوا إلى مراحل متقدمة في الصلح والتراضي، ومن ضمن الشروط شروط الصلح والتراضي أنه من اشترك بالإرهاب وبالقتل وبالتفجير وبالخطف هذا ما مشمول بالصلح وما مشمول بالعودة، ويبقى مطالب عشائريا وقانونيا إن شاء الله. نعم. جميل. الشيخ محمد باقر السهيل أمير قبيلة بني تميم، شكرا جزيلا لك وجهود مباركة، شكرا لك شيخنا. طبعا يعني الآن الشيخ محمد باقر السهيل وضع النقاط على الحروف ومداخلة استفدنا منها احنا، الأهم من ذلك أنهم يعودون
أبناء عمومتنا وعمامنا من البحشمة أنهم يرجعون إلى ديرتهم. الآن راح نستقبل اتصالاتكم وأراءكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج اللي تظهر أسفل الشاشة. خلي ناخذ مطالبات نازحي يثرب في مخيم الدورة ومطالباتهم بعودتهم إلى مدينتهم، مطالبات أهالي يثرب، خلي نشاهدها وبعدين خلي أخذ اتصال. يلا زميل مخرج محمد عبد الواحد من يثرب. محمد تفضل. محمد تفضل. محمد تفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا ابو جاسم. عليكم السلام حبيبي. عيني بس اريد اطرح يعني مشكله وهي تخص انه العوده مال النازحين يثرب. نعم. عندنا مشكله بنعاني منها رغم من المشاكل اللي هي هوايه، بس هي مشكله من المشاكل اللي هي الطريق مال اللي يربط بين بلد ويثرب. نعم. طيب. فاحنا موظفين يعني اغلب الطريق سووها عود، سووا عوجات وسووا عوده ودخوليه، بقى هالطريق هذا يعني دلاقي صعوبه من عنده كلش كلش دلاقي صعوبه. الصعوبه وين اخوي استاذ محمد؟ وين الصعوبه؟ هسه انت تقول لي بس صعوبه بالطريق بين ولد ويثرب، انطيني الصعوبه شنو؟ تفتيش ماذيكم؟ الطريق طسات؟ شنو بالضبط؟ سولف لي. نعم محمد وياي بعده فصل محمد. اتمنى يرجع عاود الاتصال ووضح لي شنو المشكله بالطريق. خلينا اخذ معانه او محمد وياي رجع. تفضل محمد. عين استاذي، الصعوبه اللي بنلاقيها احنا كموظفين ودوام يومي عندنا. نعم. سيردوننا يومي يعني من الصبح للساعه 3 دوامنا، اثناء دخولنا وخروجنا من هاي بنلاقي صعوبه وهي ايه انه لازم تجيب كتاب من اللواء، لازم موافقه من اللواء يلا تقدر تطب وتطلع، وهي مو دائره مدنيه حتى نقدر نتداخل بها ونسوي كتابنا وكتابكم وتسهل الامور. نعم. فكلش بنلاقي صعوبه بهذا الاجراء بالدخول وبالخروج. نعم. اغلب المرات اغلب الاحيان يعني مرات ما يخلونا ندخل. اي لواء؟ لواء 73 محمد؟ لواء ها؟ فصل محمد. خلاص هذا الموضوع نحله، نحاول ويا قائد العمليات. شكرا محمد. احمد من بلد. تفضل ابو شاب. الو. تفضل ابو شاب. احمد تفضل. الو وياك احمد. تفضل ابو شاب حبيبي تفضل. عيوني استاذ مغناط، احنا من محطة بلد. نعم. احنا من محطة بلد استاذ مغناط. نعم. من منطقة الرفيعة. نعم. وياك استاذ قاعد اسولف فيها. اي تفضل سولف. وياك عيوني من محطة بلد من منطقة الرفيعة. نعم. اي وما جاء نعود لحد هاي الساعة. يعني احنا السيد المحافظ ما جاء نعرف عودتنا شنو. السيد المحافظ في وقتها قبل رمضان وعدنا يعني اكو رجعه؟ ماكو رجعه؟ ما نعرف. لا اكو رجعه ان شاء الله، الامور يعني بدات تتيسر وتتحلحل وان شاء الله اكو رجعه، وهذا ننتظر جواب من السيد المحافظ او من الجهات الامنيه. يعني انا اليوم ما اقدر اجاوبك، مع انه السيد المحافظ وعدنا انه العوده مالتكم يعني من قبل رمضان انهم انتم تعودون. والله استاذ وين التاخير؟ ما اعرف. نعم وين التاخير؟ انا ما اعرف وين التاخير. شكرا احمد. شكرا. اعطيني مطالبات نازحي يثرب بمخيم الدوره، خلينا نشوفها بعدين نرجع. ثلاثه اعوام مرت على تحرير ناحيه يثرب في محافظه صلاح الدين، وما زال اكثر من 70% من عوائل هذه المدينه لم يعودوا الى ديارهم، وسط تداعيات على وجود خلافات عشائريه واخرى سياسيه تحول دون عودتهم، وهذا ما اكده النازحون من هذه المحافظه في مخيم الدورة ببغداد. احنا نازحين من ناحية يثرب، بينا اكثر من 550 عائلة. قبل كنا احنا بجماعة الرمادي 1850 عائلة، رجعوا قسم وقسم بقوا. فالمشكلة متعلقة بناحية يثرب ما نعرف، يعني مشكلة سياسية، مشكلة عشائرية، ما عرف لحد الآن. ممثل ما عدنا. احنا لو مو الله خلق الله على شيخ محمد آوانا وأول هالعوائل. وهاي الآلاف العوائل هنا. وهذا صار لنا احنا السنة الثالثة طبعا من 2014 لسنة 2017. فما شفنا مسؤولين جادين بعملهم يعني لعودة هاي العوائل،
ويثرب تحررت من شهر 12/2014، يعني بعد ما خرجنا احنا بعد بشهرين تحررت يثرب. النازحون طالبوا وناشدوا حكومة محافظة صلاح الدين ومحافظيها بالتدخل للإسراع بعودتهم إلى بيوتهم ومدينتهم بعدما ضاق بهم الحال وازدادت أحوالهم سوءا مع اقتراب فصل الصيف وتفشي الأمراض وتردي في جميع الخدمات. احنا نطالب من الحكومة المركزية ونطالب من المحافظ أحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين أنه يسعون من أجل عودة هذول النازحين وعودتهم إلى مناطقهم. لنا 3 سنوات إحنا طالعين من بيوتنا ومتهجرين من يثرب، نطالب الحكومة أنه ترجعنا لمناطقنا ونريد العودة، يعني تدري يعني جاينا حار وتعب. وعلى ما يبدو أن النازحين اليوم باتوا في يأس كبير من الوعود الكثيرة التي أطلقها العديد من السياسيين والمسؤولين بعودتهم إلى ديارهم، معاتبين أبناء مدينتهم المسؤولين في المحافظة من إهمالهم وعدم زيارتهم في هذه السنين العجاف. لقناة بغداد الفضائية علي الحسني، بغداد. طبعا هاي معاناة نازحية ثرب. خلي أن نأخذ أبايمن من كركوك. أبايمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك يا أخي؟ بخير كل الهلا، شو أخبارك؟ والله الحمد لله. والله إحنا حتى أصبحت المناشدة حقيقة يعني صعبة بشكل، والله لأن ما حد يجي ولا حد لا مسؤول ولا أي شيء، حتى من رئيس الوزراء كلها أي نتيجة ما فيها. انت سولف واحنا اللي نقدر نساعدك. مين ساعدك؟ اللي نقدر نوصله نوصله، وشلون نقدر نخدمك احنا حاضرين. ابو ايمن موجود وياه على الخط شباب. ابو ايمن تفضل. اقول لك ساعه وانا على الخط. نعم اخويا تفضل سولف لي، ايش عندك؟ سولف لي. اوائل تشردت، بيوت راحت، يعني الناس شنو جلبت؟ نعم اي والله هذا الحال، هذا يعني ما يصير، يعني باي بلد ما يصير، حتى يعني بهذه البلاد كل ارهابها ماكو شيء. نعم. من انت من وين يعني ابوي؟ من وين انت نازح؟ أنا من الحويجة، عايش بيتي وعايش شيء وكل هناك هاجي، عايش بيوتها وأموالها وحلالها ومالها، راحت بول الشرط. نعم. إي والله العظيم الحالة ما توصف أبدا، يعني شو يقول لك هذا العراق العظيم، هذا الشيء صار به، يحكمون السياسيين هالشكل أبوي وأهله وعوائله، يعني حتى لو ترجع يقول لك العراق، أنا أقول لك كذي ما يرجع العراق الشكل. نعم. لأن العراق الشيخ ان شاء الله الان العمليات تنطلق نحو الحويجة. ابو ايمن شكرا، انا عندي زحمة اتصالات ولا كان اسمعنك. ابو علاء تفضل. تفضل ابو علاء. ابو علاء تفضل. وياك العزيز. اي تفضل. ابو علاء من الشرقاط مو شباب. تفضل ابو علاء حبيبي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو اسمعك واضح، تفضل سولف لي اللي عندك على مد يعني افهم منك سريعا. تفضل ابو علاء. الصوت يا ابو استاذ بغداد. تفضل ابو علاء اسمعك. الو ابو علاء، اتمنى تبتعد عن التلفزيون وتسمعنا من التليفون، شو يمك صدى ما ادري وين انت، يعني بقاعة وين قاعد. نعم ابو عبد الله من يثرب. ابو علاء عاود اتصال بينا لي اخوي. ابو عبد الله تفضل من يثرب. تفضل ابو عبد الله. تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شو استاذ مقدار؟ شو كل الهلا ومرحبا استاذ علي من مخيم واشتي. نعم
استاذ والله كهرباء ماكو والجو حار ومتعبين الى درجه. انت من يثرب نازح ابو عبد الله؟ انا حشماوي. ايه ونعم. هاي ما بقت شي، ما سمعت الشيخ محمد باقر السير ابو خميس قال ان شاء الله هالايام ترجعوا. استاذ بس نقطه واحده تفضل. يقول على كل بطاقه 500,000 يلا ترجع للبحشمه. منو قال لك هاي؟ منو يعني هاي ال 500,000 شنو؟ فصل عشائري، جمعيه خيريه، خاوه، شنو تحديدا؟ سولفي. لا لا يقول يريدون فصل. ايه يقول فصل كل بطاقه 500 يلا ترجع لمنطقه البحشمه. نعم. منو بل هذا الشيء؟ انا مني واحد عندي 3 بطايق. نعم. اي والله اشتغل عامل صار لي 3 أشهر ما مستلم راتب مال البلديه. من نعم. اجيب انا هذا المبلغ؟ نعم صح. خالي خلي احنا نريد هاي النقطه استاذ، الله يخليك ان شاء الله ويحفظك. يبارك بك، شكرا شكرا ابو عبد الله. ابو علاء رجع ويانا، تفضل ابو علاء. ابو علاء سولف لي على مود افهم منك، صوتك واضح وجميل ايضا، تفضل ابو علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ابو علاء انت اذا جيت تسمع من التلفزيون يا معود بس ابتعد لي عن التلفزيون. ما اسمعني. السلام عليكم. نص صوت التلفزيون وابتعد عنه وسولف وياي براحتك. شكرا ابو علاء. شكرا. بس ابتعد لنا عن التلفزيون وكذا يعني. خلي نشوف معاناة الناجحين في تكريت. خلي اخذ ابو زينب وابو لينا. ابو زينة، ابو لينا، ابو زينب، كلهن ان شاء الله المهم يسولف. تفضل ابو زينة. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل الهلا. شلونك استاذ مطاب؟ بخير حبيبي الغالي. المواد على مدرب مال يثرب. أيه. يعني اكثر الحكي اللي يوصل 5-9 بطاقات. اكثر الحكي اللي يوصل شنو؟ 500,000 البطاقه. نعم. يعني شنو مثلا؟ خاوه، فصل، ماكو حكومه، لو شنو مثلا؟ نعم. 500,000 البطاقه. هي شنو هذا 500,000 تحديدا؟ غير نفتهم مال شنو المن تروح. هو احنا نريد نستلم. هو نريد نستلم شنو هاي ال 500,000؟ والله احنا قاعدين والله سبحانه عز وجل يقول بالقران الكريم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بس خلينا نفتهم شنو هاي ال 500,000 على مود انا هم افتهم وياكم واعرف اسولف فين. شنو هال 500,000 مال شنو؟ انا عز وجل وطيران وتحملنا الكثير فنتحمل عادي. نعم. نعم. شكرا شكرا. وصلت ابو زينة، وصلت الرسالة. الان احنا نريد نفهم هاي ال 500 مال شنو. اذا احد من اهالي يثرب يتصل وفهمنا هاي ال 500 منو ياخذها وليش تدفع وين تروح اساسا وتحت اي اطار على مود نفتهمها. اسماعيل من عزيز بلد، تفضل اسماعيل. اسماعيل، مازن، اسماعيل انقطع. مازن تفضل. مازن مازن تفضل. عبد الوهاب الحشماوي. او نعم تفضل. وياك وياك مازن الحشماوي. مازن عبد الوهاب. او نعم ونعم مازن تفضل. نشكر المحافظ ونشكر منصور العويد. منصور العويد شنو شغلته؟ منصور العويد بس هو اللي داعبينا والله. بس فهمني منصور العويد شنو شغلته؟ منو؟ والله ابو غيره. والله ابو غيره. شباب بس علوا لي الصوت. نعم نعم اقول لك هو يداعبنا منصور العويد. منصور العويد شنو؟ شيخ عشيره ولا مسؤول حكومي ولا شنو؟ والله مواطن، مواطن براس صغيره
وجاي يدفع فلوس لخاطرنا ويريد رحلتنا. ونعم ونعم هذا احنا ندري واهلنا كلهم هيك، خصوصا البحشمه ناس اهل كرم وطيبين. والله العظيم حتى الفصل انطى من جيبه. ونعم شيخ شيخ شيخ. نعم مشكور ورحم الله والديك وياك مازل حشماوي. ونعم انا الان وصلت رسالتك، شكرا لك شكرا. واحنا هم نوجه تحياتنا للاخ منصور عويد وكل الشكر له. عبد الله تفضل ابو نجم. عبد الله من سامره تفضل. عبد الله سريعا لان اردخت منطيني معاناه النازحين بتكريت، معاناه النازحين بتكريت انطيني اياها وبعدين نرجع الى اتصال او اتصالين. لا لا معاناه النازحين في تكريت انطيني ايه وبعدين نرجع. معاناه كبيره يلاقيها النازحين في مدينه تكريت طوال ايام السنه وبعد انتهاء شهر رمضان، قلت المساعدات وتوفير الخدمات لهم كالماء والكهرباء، مطالبين المنظمات والحكومة العراقية بتلبية احتياجاتهم الضرورية وهم يمرون بظروف إنسانية صعبة. تعبانين لا رواتب لا أكل لا كل شيء، والله تعبانين تعب ماكو بس نسوي لا حول ولا قوة، ولو صح أنه يحررون المكان ورد ممنونين. عندنا أطفال وموتت من الحر وجهال صغار موتت من الحر، بريد مبردات بنكات. والله وضعنا تعبان، الأطفال بهم جرب بهم أمراض، ناس تعبانة نفسيا ويعني خيم هذه حارة لا مبردة لا مي لا مساعدات ماكو كش. سنتين عجاف قضاها النازحون في مدينة تكريت، قلة الدعم وعدم تحرير مناطقهم أثرت سلبا عليهم، متسائلين الحكومة العراقية عن أسباب تأخر تحرير مناطقهم. نرجي إن شاء الله من الحكومة أهم شيء ترجعونا على بيوتنا، والبيج تقريبا محرر أكثر من شقد سنتين يمكن هي صار تقريبا ماكو لحد الآن، اللي نرجي إن شاء الله بجهود الحكومة وجهودكم ترجعونا على مكاناتنا. ايوه وانا هسه يعني والله الحمد لله يعني حتى اثنين من ولدي بالحشد الشعبي بدون راتب، والله يدامون بدون راتب. مبرجات ماكو، ماي شرب ماكو، حيل تعبانين، نريد واحد من المسؤولين يجي يقعد هين بالخيمه، يريدوا خمس دقائق يقعد ما اريد اكثر. عندنا اليوم جماعه جو هنا على مود شغله، على التبريد يقعد، مو على التبريد ما يقعد، يعني تعال شوف حالنا ايش صاير بينا، ناس بيها صدفيه، ناس بيها جرب. منذ أكثر من سنتين يعيش هنا النازحون شمالي مدينة تكريت في مخيم الشهامة، لا حلول لهم سوى إعادتهم إلى مناطقهم التي نزحوا عنها منذ أكثر من سنتين بسبب العمليات العسكرية. من مخيم الشهامة شمالي مدينة تكريت، مصطفى الوحادي، قناة سامراء الفضائية. شكرا للزميل مصطفى الوحادي. أبو علاء آخر اتصال سريع. أنا أبو علاء تفضل سولف لي بسرعة اللي تريده. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. هلا أبو علاء. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلام ان شاء الله والامن والامان الجميع ان شاء الله. استاذ غداد احنا نعم اي ابو علاء تفضل. احنا جماعة الشقاط ولا جماعة المفقودين اللي راحوا دورة على قاعة القيارة؟ نعم ايه والله ما احنا مشكورين تقيلاتكم ما قصرت ويانا، بس ما لي حتى الان ما عرفنا شنو شغلتهم، ناشدكم عن طريق قناتكم والشريفة يعني دورة خذوهم حشد ويعني بحماية الحشد ومنشأة وحماية الى ما وصلوا مشارف قاعة القيارة. نعم واختفوا؟ اختفوا صار 7 اشهر بالضبط يوم 3/12/2016. ما نعرف شنو السالفه يعني، والله هسه هذا المر علينا العيد حزن مو عيد، واحنا نازحين من اهل الشرقاطه تحت الايسر. تمام 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 شكرا ابو علاء، وان شاء الله يوصل صوتك نحاول نطرح هذا الموضوع. شكرا للجميع، شكرا لكل من اتصل بينا، شكرا لكل من شاركنا. نشكر الاستاذ احمد ناظم العزاوي اللي شاركنا، وايضا الشيخ محمد باقر السهيل امير قبيله بني تميم ايضا اللي شاركنا، وايضا على جهوده المميزه. نلقاكم بإذن الله السبت المقبل. ها هو مقداد الحمدان، يترككم بحفظ الله ورعايته، في امان الله.